نروح مع حضراتكم دلوقتي لشرم الشيخ مدينة السلام، واللي بنتابع فيها آخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر اللي جاي مع زميلنا رامي محمد. يا رامي صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا هدير، صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر من مدينة السلام والأمل، وآخر الاستعدادات الخاصة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. بنتكلم عن استعدادات في جميع المناحي، لكن النهاردة أنا متواجد في أول مبنى ذكي أخضر صديق للبيئة، مبنى إداري في مدينة شرم الشيخ. المبنى ده هو مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ. المبنى ده المقام على مساحة 20,000 متر، نتكلم على 10,000 متر خاصة بالمبنى الإداري بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمساحات المجاورة لهذا المبنى. كمان بنتكلم عن تكلفة تقدر ب 200 مليون جنيه خاصة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللي بيعد وأيضا يقام فيه العمل على قدم وساق حتى يكون مبنى ذكي بأحدث التقنيات يخدم جميع المواطنين، وأيضا في استقبال مؤتمر المناخ كوب 27. لو اقتربنا أكثر من تفاصيل هذا المبنى وأعمال الإنشاء اللي يمكن تجاوزت 90%، خلينا نرحب بضيفي المهندس وليد فوزي مدير المشروعات بالشركة المنفذة لمجلس مدينة شرم الشيخ. برحب بحضرتك باشمهندس، وكلمنا عن وجود مبنى ذكي أخضر في مدينة شرم الشيخ يكون واجهة لها. صباح الخير، وطبعا المشروع هنا يعتبر نقلة تانية خالص للمبنى بتاع مجلس مدينة شرم الشيخ، لأن مش ما ينفعش يبقى مدينة شرم الشيخ يبقى فيها مبنى أقل من كده، ما ينفعش عاملها كأنها مدينة عادية. المدينة هنا هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى، مدينة عالمية، المفروض المبنى هنا بيستقبل مستثمرين بيعمل على خدماتهم، بيستقبل وفود من بره، بيستقبل هيئة تنشيط السياحة لو لها مؤتمرات أو اجتماعات مع الناس دي. فأعتقد أن المبنى كده بقى مجهز وكامل أن هو يستقبل الناس دي، وده برضو في إطار تنشيط السياحة. أنت عارف حضرتك طبعا أن بعد الثورة البلد تعرضت لمشاكل كتيرة وكذا سقطة من المشاكل العالمية اللي بتحصل، فأعتقد أن دور المدينة دلوقتي أنها ترجع تنشط السياحة تاني وترجع يبقى ليها دور كبير في هذا الموضوع. فأعتقد المبنى ده هيساعد بشكل كبير جدا ويكون واجهة مشرفة لمدينة شرم الشيخ في العالم كله مش بس في الجمهورية. هننتقل بالحديث عن التخطيط للمبنى، الحدائق، المساحات الخضراء، وكمان المبنى الإداري مزود بأحدث التقنيات، تكنولوجيا حديثة، القاعات المؤتمرات، الموقع نفسه. كلمنا عن تقسيم المبنى والتخطيط ليه. المبنى مسطحه 11,000 متر تقريبا على 3 أدوار، أرضي وأول وتاني، مزود بقاعة مؤتمرات على أعلى مستوى لعقد المؤتمرات التنفيذية أو أي مؤتمر زي ما قلت لحضرتك قبل كده مع جهات أخرى، مزود طبعا بمكاتب إدارية، إدارة هندسية، مركز خدمات مصر، مركز تكنولوجي، بيعملوا على خدمة المواطن بخدمة سريعة تكنولوجية تقنية عالية، ما يبقاش في بينه وبين المواطن مشكلة. والأهم برضو من خدمة المواطن، مع الاحترام الكامل للمواطن طبعا، خدمة المستثمر. مدينة شرم الشيخ هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى، المستثمر هو أهم حد هنا، ودايما ده كان برضو توجيهات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية أن لازم أشوف مشاكل المستثمر. فأعتقد المبنى بالشكل دوت هيقدر يخدم المستثمر بشكل تقني عالي، بشكل خدمي ممتاز. المستثمر يجي يقعد في مكان، يعني عايز اقول لحضرتك ان انت عندك هنا في كوفي بريك كورنر يقدر يقعد فيه، هيحس ان هو قاعد في الفندق بتاعه مش داخل مبنى حكومي عادي موجود في اي مدينه او في اي حته في الجمهوريه. وده لازم يكون المدينه هنا هو الطابع بتاعها يكون كده، ما ينفعش يبقى اقل من كده، لانها مدينه ذات وضع خاص مش مدينه عاديه يعني. واحنا بنتكلم عن المبنى الاخضر الذكي المزود باحدث التقنيات، ليه نقدر نوصف المبنى ده ان هو اول مبنى في مدينه شرم الشيخ، مبنى اداري اخضر وصديق للبيئه؟ مصادر الطاقه، هل بنعتمد على محولات الكهرباء فقط ام الطاقه النظيفه والمتجدده، الالواح الشمسيه؟ موضوع المبنى الاخضر ده موضوع كبير، لكن هنا احنا قدرنا نحقق جزء منه. احنا عندنا مصدرين كهرباء برضو عشان يقدر المبنى يشتغل 24/7، وعندي مصدر كهرباء برضو احتياطي عن طريق جنريتور،
وعندي كمان مصدر كهرباء اللي هو بالطاقة المتجددة عن طريق خلايا شمسية محطوطة فوق السطح. المبنى أخضر ليه؟ المبنى أخضر لأن أنا بحاول دايما في المباني الخضراء، في كذا عامل بتحكم في المباني الخضراء. أولها إن أنا بحاول أقلل من استخدامي للطاقة، وبحاول أقلل من الانبعاثات الحرارية اللي بتخرج من المبنى. التكييف اللي مستخدم هنا في المبنى هو تكييف بنظام الـ VRF، ده نظام حديث جدا جدا جدا، بيحافظ على إن الانبعاثات الحرارية اللي خارجة منه تكون أقل. ممكن أنت في منطقة حارة، بحافظ ان المكان اللي ممكن يكون فيه 4-5 أجهزة، لو انا مشغل جهاز واحد فيهم قدرة الوحدة الخارجية بتنزل على قد الوحدة دي فقط اللي شغالة جوه المبنى، وده شيء مهم جدا على عكس التكييفات المركزية الاخرى اللي بتفضل شغالة دريك من غير ما تقف، فده الانبعاث الحراري بتاعها على طول شغال. لكن التكييف اللي هنا ده نظام مختلف خالص عن اي تكييف تاني. برضو عشان اخلي المبنى ده مبنى اخضر، بحاول دايما ان انا اعتمد على الواجهات الزجاجيه اللي باينه ورانا انها تدي دايما اضاءه طبيعيه طول فتره النهار للمبنى، مزوده طبعا برضو بفتحات للنوافذ انها تدي هواء للمبنى، ده برضو بيساعد على هذا الموضوع. المهندس وليد فوزي مدير المشروعات بالشركه المنفذه لمجلس مدينه شرم الشيخ، بشكرك على تواجدك معنا. شكرا 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 لكم. شكرا لحضرتك. ويمكن زي ما بنتابع كمان، لو بنتكلم عن مجلس مدينه شرم الشيخ، هو متواجد في موقع يبعد كيلو متر عن اغلب المدن واغلب ايضا الاماكن السكنيه لخدمه كافه المواطنين باحدث التقنيات، وكمان مزود بمساحات خضراء كبيره بالاضافه الى الحديقه المركزيه المجاوره ليه، عشان تكون من النوال الاولى في استقبال الوفود المشاركه في مؤتمر المناخ. عوده لكم مره اخرى. رامي انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا من شرم الشيخ واخر الاستعدادات لانطلاق مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم.